برحب بحضراتكم مرة تانية، وممكن نتواصل معاكم من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة علشان نسمع منكم ونستفسر عن آرائكم. أول مداخلة معايا من الحاج محمود من محافظة البحيرة. أهلا بيك يا حاج محمود. يا مرحبا أستاذ. أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا دلوقتي معايا مشكلة يا باشا من في المادة الثالثة، إحنا دافعين من سنة 90. دافعين في إيه؟ دافعين إيه يا حاج محمود؟ دافع الارض دي كانت مقدره عليا 3 فدادين يا باشا. ارض 3 فدادين دي كانت وضع يد. كانت وضع يد، وانا الاصلاح الزراعي مقدره عليا. ايوه. ودفعت، انا كنت بستلف جوت، ببيع جوت عيالي واسد الجزء. ايوه. وانا دلوقتي رحت اسجل حضرتك. ايوه. رحت اسجل يا باشا، فهم دلوقتي قالوا لي عايزين تحديد مساحه يا استاذ. ايوه يا حاج محمود. حاج محمود وطي التلفزيون لو سمحت يا حاج محمود. ماشي. قالوا لي عايزين تحديد مساحه. ايوه. انا معايا عقد ابتدائي ومعايا تحديد مساحه. ايوه. الورق راح مصر فرد على المنطقه فينا في ابيس، في المديريه بتاعت ابيس دي. ايوه. فقالوا له عايزين مساحه جديده. ايوه. فروحت المساحه طبعا هتدخلني في متاهه. الارض زراعه الجزائر، المشكله دلوقتي عندي انا زراعه الجزائر كلها على المشاع. زراعة الجزائر، المنطقة اسمها زراعة الجزائر؟ لا، الزراعة اللي أنا فيها ما هي متقسمة زراعات، زراعة فلسطين، زراعة 26، إلا ما هي متقسمة كده. أيوه. أنا في زراعة الجزائر حضرتك. أيوه. زراعة الجزائر ديت على المشاع. أيوه. عشان أنا أروح هسجل معايا 600 ست بتاع ده. أيوه، يعني أنتوا على المشاع أكتر من مزارع في منطقة واحدة، فمش متحددة الثلاث فدادين بتاعتك دي فين؟ كلها في المشاع. طب انتوا كلكم مع بعض ليه ما بتسجلوش القطع دي ما هو دلوقتي عندنا زراعه فلسطين حددوا لها، جنبوها حضرتك. ايوه. وحددوا لهم المساحات بتاعتهم، يعني ايه فرزوها، اسمه تفريز وتجنيد. ايوه، فرز وتجنيد. تفريز وتجنيد. ايوه يا حاج. طبعا زراعه الجزائر الوحيده اللي هم ما فرزوهاش ولا جنبوها. بسبب ايه بقى؟ بسبب قديم، بالنسبه للاعضاء سابقا كان عملوا مشكله كده مع بتاع المساحه ودخلوه السجن، خلي بال حضرتك. ايوه. واطار قديم بينهم، احنا مالناش ذنب فيه. طب انت يعني ما تواصلتش مع السيد وكيل وزاره الزراعه؟ ما توصل، الورق راح مصر ورد عليهم، قال لهم عايزين تحديد مساحه جديده. طب مش انت بتقول معاكوا تحديد المساحه؟ معاه تحديد مساحه قديم. ايوه. من سنه مع العقد الابتدائي اللي كان طالع. طب بالنسبه لتحديد، لو انت حدثت المساحه ايه المشكله؟ مع المشكله رحت الشهر العقاري، المساحه في كفر الدوار، المساحه هتاخد مني فلوس ياما، وقالوا لي هنجيب لك المساحه بتاعه دمنهور. المساحه بتاعه دمنهور هتيجي هتلاقي في مشاكل قدامها، يبقى هيقفهم وهيبطلوا على كده، يبقى الفلوس اللي دفعتها دي هتروح عليا. وبعدين اكتر من 60,000، وانا راجل يعني ملوش، انا معايا عيال ياما ودول 3 سنين على هي الارض دي مكانها فين بالظبط؟ انت قلت لي ان المساحه بتاعتكم دي اسمها زراعه الجزائر، الارض بقى عموما الزراعه بتاعتنا في زراعه الجزائر. ايوه، مكان الارض نعم، مكان الارض نفسها فين في البحيره بقى؟ الارض في جزء 10 زراعه الجزائر. ايوه. الارض في جزء 10 زراعه الجزائر. ايوه. احنا تبع المنطقه بتاعتنا في اسكندريه. تبع اسكندريه انتوا؟ نعم. تبع اسكندريه؟ تبع اسكندريه. ايوه، بالنسبه للزراعه. تبع مديريه الزراعه بتاعت اسكندريه. تبع مديريه الزراعه بتاعت اسكندريه. ايوه. انا لسه جاي من هناك من الملكيه والحيازه، فهم بيقولوا لي كلام انا ما اقدرش عليه اصلا. طيب يا حاج محمود. نعم. احنا طبعا هنتواصل مع المهندس مجدي ملوك وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسكندريه، بحيث ان هو الراجل ده فعلا بيتعاون مع المزارعين ومع مشاكلهم. طب ما في حاجة أنا عايز أقول لحضرتك، معلش تتحمل. اتفضل. لا اتفضل. هما دلوقتي ينزلوا لجنة من عندهم يعملوا لنا تجنيد وتفريز. فرز وتجنيد. من لجنة من عند مين؟ من الإصلاح الزراعي. حاضر. من هيئة من الملكية والحيازة. أيوه. هترد عليهم هيقول لك ده احنا قلنا نروح السعر العقاري وروح مش عارف فين، هيدخلوني في متاهة، أنا مش جديتي. حاضر يا حاج محمود، احنا هنتواصل مع السيد وكيل الوزاره ومع الاصلاح الزراعي.
علشان نشوف حل المشكله دي بطريقه سهله وقانونيه. يبقى ازاي الطريقه السهله القانونيه اللي هم ما تتعبهمش وتتعب الفلاح الغلبان اللي زي حالاتي؟ حاج محمود انت قول لي اسمك بالكامل. محمود مصطفى ابو زيد الهجراسي. حاضر يا حاج محمود، ان شاء الله في بدايه الاسبوع القادم هتلاقينا بنتواصل معاك ونقول لك تعمل ايه بالظبط. انا اسمي محمود مصطفى ابو زيد الهجراسي. حاضر يا حاج محمود، سيب رقمك يا حاج محمود لو سمحت في الكنترول علشان نرجع نكلمك تاني الاسبوع القادم. بشكرك.